أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا إلى كنيسة أفسس، وأنا موجود حالياً في جزيرة بطمس في اليونان. هذه الجزيرة الجميلة زارها الرسول يوحنا، زارها طبعاً كأسير وكمنفى، مش طبعاً اختياراً لكن إجباراً. حدثت اضطهاد شديد شرس ضد المسيحية في آسيا الصغرى في أيام الإمبراطور دومشيان، والسبب كان أنه أمر بعبادة الإمبراطور. طبعاً كانت عبادة الإمبراطور موجودة آنذاك، لكن كانوا بيعبدوا بعد مماته، كان بيقدموا البخور أو بيضوا الشموع بيتذكروا اسمه، لكن هذا الإمبراطور بالتحديد أمر أنه يعبد وهو على قيد الحياة. وهنا حدث الاصطدام بين الكنيسة والدولة، فالكنيسة ترفض هذا النوع من العبادة، وينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. فالنتيجة أنه كان في حرب شرسة، وعلى المسيحيين، عملاق المسيحية اللي هو الرسول يوحنا أحضر إلى هذه الجزيرة كأسير، وكان بالمنفى لمدة سنة ونص، لكن كتب أعظم الإعلانات بوحي الروح القدس من سفر الرؤيا.